السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بيكم في موضوع جديد بنجاوب فيه على سؤال مهم جدا من الأسئلة بتوصل لنا على منصاتنا على السوشيال ميديا. موضوعنا النهاردة الحقيقة ناس كتير جدا بتسألني وتقول لي، هو يا دكتور هشام، هو النوم اللي احنا بننامه بيتقاس بعدد ساعات النوم ولا بيتقاس بعمق النوم؟ يعني أنا كتير جدا ببقى نايم 6-7 ساعات وثمان ساعات وبصحى لقى نفسي كأني ما نمتش، والعكس صحيح، ممكن أنام لي 3-4 ساعات وأحس إن أنا قمت فايق. هذا سؤال جميل، وفعلا كتير من المرضى بيشتكي انه طول النهار نايم، او بلاش نايم، طول النهار عايز ينام، في المواصلات بينام، في الشغل بينام، على مكتبه بينام، طول النهار نايم، كل ما يروح في حتة تبص تلاقيه نام، وهو سايق بينام ويعمل حوادث، يتفرج على التلفزيون بينام، وهو بياكل بينام، وهو في جوه الاجتماعات بينام. ايه رأيكم نجاوب الاول وبعدين نشرح الكلام ده؟ الإجابة إن فعلا إن النوم بيقاس مش بعدد الساعات بس ولا بعمق النوم بس، النوم بيقاس بالاتنين مع بعض، بعدد ساعات النوم وبيقاس بعمق النوم. الحقيقة النهاردة إن علم النوم ودراسات النوم وأبحاث النوم بقت تاخد حيز كبير جدا من الأبحاث العالمية النهاردة، نظرا لأهمية النوم في حياتنا كله، وان دراسات النوم اثبتت حاجات كتير جدا ما كناش نعرفها، من ضمنها مثلا ان النوم بيساعد على نمو الانسان، مش بس بيساعد على نمو الانسان، ده النوم بيساعد على التركيز، النوم بيساعد على ان كمية الاكسجين اللي بتوصل لك بتوصل بدرجة كافية وبتوصل لكل حتة في الجسم. طيب النوم ده شكله عامل ازاي؟ مراحل النوم الحقيقة 4 مراحل، أنا مش هطول عليك ولا هشرح شرح تفصيلي، ولكن جنرالي كده أو بصفة عامة مراحل النوم هم 4 مراحل. المرحلة الأولانية والتانية بياخدوا تقريبا 3 ساعة لغاية ما نخش في مرحلة النوم العميق. الأول مرحلتين دول اللي هي عادة احنا بنبقى إلى حد ما حاسين وداريين باللي حوالينا، يعني لو حد جنبينا قفل باب، لو حد اتكلم، لو حد نده على حد، لحد ما ممكن نبقى مركزين وممكن نبقى واعيين ونبقى مصحصحين وممكن نقوم ونرد كمان، ودي بتاخد لها تقريبا 3 ساعة. لكن هل دي مرحلة مهمة ان احنا لو قعدنا كل 3 ساعة حد يصحينا هل ده هيبقى مكفينا من النوم؟ هي لا، المرحلة دي مرحلة البداية، والحقيقة ما هياش المرحلة اللي مهمة في موضوع النوم، لكن هي دي مقدمات للنوم. ندخل على المرحلة الثالثة والرابعة الحقيقة، ودي مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة النوم العميق، ودي المرحلة الأهم، دي أهم مرحلة في النوم. مرحلة النوم العميق اللي هي الثالثة والرابعة دي مرحلة الأحلام، المرحلة اللي ما بنحسش بيها بأي حاجة حوالينا مهما حصل، خلاص الواحد بيبقى تقريبا فقد الوعي، الضغط بتاعنا بيقل، النبضات بتقل، النفس بيقل، كل الحاجات دي بتقل الى حد ما. دي حاجه. الحاجه الثانيه، المرحله دي لما بنخش فيها بيحصل فيها بقى ان هرمونات النمو بتزيد، التركيز في المخ بيرجع لحالته الطبيعيه، النمو بتاعنا بيزيد، جهاز المناعه بينشط مره تاني بعد كل ده، بعد ما بنصحى من النوم. عشان كده السؤال المهم جدا اللي انتوا اكيد كلكم بتسالوه لي دلوقتي، هو ايه اللي يخلي الشخص مننا ما يخشش في المرحلة الثالثة والرابعة ويحصل له مشاكل؟ الحاجة اللي بتخلينا ما نخشش في المرحلة الثالثة والرابعة ببساطة هو ان الواحد يصحى قبل ما يخش في المرحلة الثالثة والرابعة، او اول ما يخش فيها يصحى. الحاجة اللي بتخلينا نصحى قبل ما نخش في المرحلة دي هو الشخير والقطاع النفس، وده من الموضوعات ومن الامراض اللي اصبح ياخد حيز كبير جدا في ابحاثنا العالميه اللي موجوده دلوقتي. طب هو السؤال ليه الشخير وانقطاع النفس ما بيدخلناش في المرحله الثالثه والرابعه؟ لان كل ما احنا نبتدي نخش في المرحله الاولى والثانيه ونبتدي نخش في المرحله الثالثه والرابعه، يبتدي ان كل عضلات الشخص بتبتدي يحصل فيها ارتخاء، والاسباب كتير جدا قلناها قبل كده في موضوع الشخير، ان بيحصل قفله في مجرى التنفس،
لما بيحصل قفله في مجرى التنفس الاكسجين بيقل جدا ويبتدي يبعت اشارات للمخ الحق ده مفيش اكسجين، ده الدنيا قفلت، ده النفس توقف. يبتدي المخ يقول ده لو الاكسجين قل لدرجه محدده والوقت اكتر من كده ممكن ندخل في غيبوبه ونموت، فيبتدي المخ يبعت اشارات بسرعه للمراكز الاستيقاظ ولمراكز اللي هي موجودة في الصدر بتاعت العضلات والنفس وكلام ده، لو سمحت رجع نفس بسرعة واصحى يا مريض او يصحى يا اللي عندك توقف نفس لحسن ده انت هتموت. والفعلا المريض بعد ثواني 30 ثانية 40 ثانية يبتدي يصحى مرة تاني ويبتدي ياخد نفس. الله، ده كده ما دخلناش في المرحلة الثالثة والرابعة. عشان كده بعد اول تلت ساعة ولا اول نص ساعة لما العيان يبتدي يخش ينام في النوم العميق يبتدي يصحى، مفيش كل تلت ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة عقبال ما يبتدي يخش في مرحلة النوم العميق يصحى. تخيل حضرتك لو طول الليل بالمنظر دول كل نص ساعة ولا ساعة تصحى مرة، في خلال ست سبع ساعات بتصحى لك سبع تمن عشر مرات وما دخلتش في النوم العميق وما دخلتش في المرحلة ان جسمك كله خد الاكسجين وخد الاكسجين اللازم بتاعه، بتصحى من النوم مكسر مدغدغ، بتصحى من النوم كانك ما نمتش، بتصحى من النوم اكسجينك مش كفايه. وهو ده والكلام ده بيتكرر طول الليل ويبتدي يحصل اللي احنا بنقول عليه متلازمه انقطاع النفس اللي هي سليب ابنيا، اوبستراكتيف سليب ابنيا سيندروم. الكلام ده طبعا محتاج تشخيص، الكلام ده تحتاج منظار، الكلام ده محتاج حد متخصص في جراحات الشخير هو اللي شخص حاجة زي كده وهو اللي يقول تشخيصنا ايه وهو اللي يقول عملياتنا شكلها عامل ازاي بعد عمل الفحوصات اللازمة. ومش هو ده التارجت بتاعنا النهاردة او مش هو ده موضوعنا، عشان كده بيبقى العلاج الاساسي ان هو علاج انقطاع وسدة النفس عن طريق عمليات الشخير اللي النهاردة تطورت جدا واشكالها تطور جدا واجهزتها تطورت جدا بدخول الكوبليشن والريديو فريكونسي والحاجات دي كلها. موضوع النوم موضوع مهم، موضوع انقطاع النفس موضوع مهم، موضوع علاج الشخير وجراحات الشخير موضوع في منتهى الاهميه. وزي ما دايما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي دكتور هشام ابراهيم.